السؤال الثاني بخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام ولا بعد الإمام؟ اسكت. يعني ما قرأش الفاتحة. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمام. الركعتين السر اللي في الآخر يعني الإمام بيسرع في قراءة الفاتحة. أسرع أيضا، أسرع أنت أيضا حتى توافق. لكن لا تجلس تقول الحمد لله رب العالمين، حرك شوية عشان توافق الإمام. يعني أسرع في القراءة بس لازم أكملها. والله هذا الذي يعني تحرص عليه. والله يا شيخ هم مش بيكملوا نص الفتحة يعني على قد ما خلاص بس مش بقدر هو يعني أواصلهم. ماشي. السلام عليكم.